وإلى أخبار المنتخبات الوطنية واتحاد الكرة، تحدث روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا عن أهمية مواجهة مصر وديا وذلك في إطار استعداداتهم للمشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم المقرر إقامتها الصيف المقبل في روسيا. وقال مارتينيز في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد البلجيكي أن مواجهة مصر هامة بالنسبة لهم نظرا لقرب الشبه بينه وبين المنتخب التونسي المتواجد معهم في المجموعة. وأضاف مدرب بلجيكا أن مباراة منتخب مصر أفضل إعداد لهم قبل مواجهة بنما في الجولة الأولى بالمونديال. وأسفرت قرعة المونديال عن وقوع الفراعنة في المجموعة الأولى مع منتخبات روسيا البلد المستضيف وأوروغواي والسعودية، في حين أوقعت بلجيكا في المجموعة السابعة مع منتخبات تونس وإنجلترا وبنما. خطب الاتحاد المصري لكرة القدم أندية القسم الممتاز بشأن إفادته بكافة البيانات الخاصة بنحو 47 لاعبا في السن الأولمبي مواليد 1997، وذلك من أجل بناء قاعدة بيانات للاعبي المنتخب الأولمبي الذي تم تشكيل جهازه الفني مؤخرا بقيادة الكابتن شوقي غريب المدير الفني، استعدادا لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات دورة طوكيو الأولمبية 2020. وكان الجهاز الفني للفريق قد قام بمراقبة اللاعبين في الأندية من أجل متابعة مباريات الدوري الممتاز، حيث قرر تكوين قاعدة بيانات لهم لسهولة الاختيار بدءا من المعسكر الأول للفريق المقرر إقامته الشهر المقبل، ويتضمن مباراتين وديتين مع نظيره السعودي. قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة وقف اعتماد نتيجة فوز فريق سندبست أحد فرق القسم الرابع بمنطقة الغربية بنتيجة 21 مقابل لا شيء على نظير عمال طنطا. وأعلن الاتحاد أيضا إحالة الواقع إلى التحقيق وعرض النتيجة على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن الذي قد يصل لتوقيع أقصى العقوبات ضد من يثبت التحقيق إدانته في التلاعب بالنتيجة. وكان فريق سندبست قد فاز 21 مقابل لا شيء ليتخطى فارق الأهداف عن وصيف الترتيب فريق محلة روح ليصعد الأول إلى دورة الترقي للقسم الثالث، حيث كان يحتاج إلى فارق أهداف أكثر من 19 هدفا لضمان التأهل في واقعة مثيرة للجدل.